السلام عليكم ومرحبا بكم مرة أخرى على قناتي شهوة ليلى. اليوم إن شاء الله جبت لكم وصفة جد جد رائعة اللي كيعشقها الكل، وهي الكيش بالبطاطا معمر بالكفتة ومكونات أخرى اللي غادا تضيف ليه واحد نكهة خاصة ومميزة. كنتمنى تشاهدوا الفيديو حتى الأخير وتبعوا معي المراحل باش ينجح معكم هذا الكيش، ودائما كنتظر منكم التشجيعات واللايك والاشتراك والبارتاج. ودابا دوزوا معايا المكونات وطريقه التحضير. دابا غادي نبداو على بركه الله. بالنسبه للمكونات الاولى لهذه الوصفه وهي البطاطا، كما شفتوا معايا خديت كيلونز ديال البطاطا الحمراء اللي قشرتها وغسلتها وقطعتها على هذا الشكل، يعني قسمتها على أربعة. غادي ندوزو مباشره للتحضير ديالها. غنوضع في الكسكاس ديال الكوكوط ونخليها تطيب تقريبا لمده 20 حتى 25 دقيقه باش تطيب ليا مزيان. كذلك غادي نستمر بواحد جوج دروس ديال الثومه. ودابا غندير البطاطا ديالي تفور وندوزو نشوفو باقي مكونات هاد الوصفه. وفي هاد الاثناء اللي البطاطا ديالي كتبخر في الكوكوط راني وجدت المكونات اللي غادي ترافق الوصفه ديال اليوم. كما شفتوا معايا خديت الفلفله الحمراء اللي قطعتها مربعات صغيره على هذا الشكل. خديت كذلك الكفته، خديت هنا تقريبا واحد 350 غرام ديال الكفته حتى 400. خديت هنا بصله ميان وقطعتها رقيقه على هذا الشكل. وخديت كذلك واحد المطيشه اللي قطعتها حتى هي مربعات صغيره على هذا الشكل. كذلك خديت القزبر والمعدنوس. وبالنسبه للتوابل خديت هنايا واحد الملعقه صغيره ديال التحميره، نصف ملعقه ديال البزار، نصف ملعقه ديال الكمون، ونصف ملعقه ديال الملحه. وخديت كذلك واحد جوج دروس ديال الثوم اللي غادي نستن بهم هاد المكونات. ودابا غادي ندوزو لطريقه تحضير هاد المكونات كاملين. دابا غنبداو على بركه الله بتتمه التحضيرات. خديت مقله اللي سخنتها شي شويه، غادي نوضع فيها شويه ديال الزيت ونخليه كذلك يسخن غير واحد شي شويه. غنبدا بالبصله هي الاولى اللي غادي نوضعها في هذه المقله. كما شفتوا معايا هي سخونه، غادي نحاول نبقى نحركها حتى يتذهب اللون ديالها شي شويه. كما شفتوا معايا البصله ذهبات ليا واحد شويه ودخلت في الطياب. غادي نحاول نضيف ليها هذيك الكفته ونحاول نديرها بهذه الطريقه باش طيب ليا الكفته ماشي طيب ليا مجموعه. غادي نبقى نحركها حتى تسخن، نطيب ليا شويه الكفته عاد نضيف باقي المكونات. كما شفتوا معايا الكفته والبصله اندمجوا مع بعضياتهم، بقيت كنحركها باش طيب ليا بهذه الطريقه، يعني مفركته بهذه الطريقه. غادي نضيف لها دابا هذيك الفلفله الحمراء اللي قطعتها كما قلت لكم مربعات صغيره، وغادي نضيف في نفس الوقت هذيك مطيشه حتى هي اللي قطعتها مربعات صغيره. غادي نحرك هذه المكونات كامله، يعني تعاود تندمج ليا مع الكفته والبصله حتى تطيب واحد شي شويه. عاد نضيف قزبر والمعدنوس والتوابل، نخليها تندمج ليا شويه وفي نفس الوقت طيب مع هذه الكفته، ونتلاقاو باش نشوفوا باقي المكونات اللي غادي نضيفو. ودابا بعد ما خليت المكونات كاملين يطيبوا مع بعضياتهم، غادي نحاول نضيف هذاك القزبر والمعدنوس، وغادي نضيف هذوك التوابل الثوم وهذيك الملح والبزار والتحميره والكمون. غنعاود ندمج هاد المكونات كاملين حتى تندمج ليا وتبان ليا انها راه وجدات ليا الحشوه ديال الوصفه ديال اليوم.
اولا الكيش اللي غادي نوجد معكم اليوم. راني دائما كنحاول نحط وصفات سهله ومبسطه اللي يقدروا حتى الوليدات ولا البنيات ينوضوا يحداقوا ويدخلوا للكوزينه ويجدوهم الامهات ديالهم. ولا كاينين بطبيعه الحال وليدات اللي عايشين دابا ماشي مع والديهم، يعني كتحط لهم وصفات اللي سهله ويقدروا انهم يوجدوها لراسهم. بطبيعه الحال بعد ما غتندمج لي هاد العناصر كلها غادي نضيف زيت الزيتون اللي ما غاديش ننساو باش يعطينا واحد التنسيمه، وغادي نضيف واحد الاضافه اللي انا ما ذكرتهاش في التوابل اولا في المكونات، وهي الهريسه اللي هذه كتبقى اضافه. كاينين الناس اللي عندهم وليدات صغار يعني هاد الهريسه كتبقى اضافه ما ديريهاش، اللي بغى شويه الحرور يضيفها ماشي مشكل. غادي نحاول ندمج كما قلت لكم المكونات كامله مع بعضها هكا حتى توجد ليا ان شاء الله، ونخليها جانبا ونمشي نشوف البطاطا اللي درتها تفور ونشوفوا اشنو غادي نوضعوا معاها باش نوجدوها للمول ديالنا والفران ديالنا. ودابا ان شاء الله ينطلقوا باش نشوفوا تتمه التحضيرات. طابت البطاطا ديالنا كما شفتوا معايا، غنحاول نمعكها بهاد الاله حتى تولي على شكل بيوري مع هذيك الثوم اللي ضفنا ليها. كما قلت لكم غنخليوها طيب مزيان يعني باش تسهل علينا هاد المرحله. يعني انا حاولت نمعكها مزيان بهاد الطريقه هذه، وغادي نخليها جانبا تبرد غير واحد شويه وندوز نشوف معكم المكونات اللي غادي نرافقها البطاطا ديالنا. ها انتم كي شفتوا معايا ولات على شكل بيوري، غنحطها هنا جانبا. غادي نحتاج البيضه واحده، غادي نستمها بشويه ديال الزعتر اللي نقيته حكيته، غادي نضيف لها واحد ثلاثه المعالق كبار ديال الفرص او الدقيق الخاص بالحلويات، وغادي نضيف هنا واحد الملعقه صغيره ديال الملح، نصف ملعقه صغيره ديال الابزار، ونصف ملعقه ديال الخرقوم. غادي نخليها غير تبرد واحد شويه وغنضيف لها المكونات ونتلاقاو من بعد ان شاء الله. الاثناء كما قلت لكم اللي كنتظروا على البطاطا ديالنا غير تبرد واحد شويه، خديت المول ودهنته بالزبده. كما شفتوا معايا انا خديت المول العجيب اللي القطر ديالو تقريبا 30 سنتيم. اي مول عندك تقدري تستعمليه، المول اللي كيتحل اولا المول ديال الكيك، اي مول. انا اختاريت هذا المول هذا اللي بغيت ندير فيه الكيك ديال اليوم. كما كتشوفوا دهنته بالزبده بحال غنستعمل الكيك، ولكن ما غاديش رشو بالدقيق الفورس اولا الخاص بالحلويات، رشيتو بالدقيق ديال الفينو اولا السميده الرقيقه، يعني السميد الرقيق اللي كنديروا به البغرير اولا الحلوه. يعني غنحاول نرشو مزيان على هذا الشكل، وعاد ندوزو نكملوا باقي التحضيرات ديالنا كما كنستعملوا الكيك ديالنا. يعني غنحاول ندوزو على الجوانب، ودابا ان شاء الله غادي ندوزو باش نشوفو البطاطا ديالنا اللي غنرافق ليها هذوك المكونات اللي وجدت جانبا. غادي ندوزو نضيفو هاد المكونات البطاطا ديالنا، غنضيف هذيك البيضه كما قلت لكم، غادي ناخذ هذاك الزعتر باش غتجي منسمه، غناخذ هذوك التوابل الملح والبزار والخرقوم، وغادي ناخذ في نفس الوقت هذوك ثلاث ملاعق كبار كما قلت لكم ديال الفورس. يعني عندي ثلاثه المعالق كبار عامرين ديال الفورس. غادي نضيف لهم القليل من زيت الزيتون، وغادي نحاول ندمج هاد العناصر من جديد مع هاد البطاطا. غادي نحاول ندمجهم عاد نوضعهم في المول يعني بهاد الكيفيه تندمج ليا كاع هاد العناصر، عاد ندوز نوضعها في المول ديالي. كما شفتوا معايا بعد ما دمجت هذوك العناصر كاملين مع البطاطا، راني حصلت على هاد الخليط بهذا الشكل هذا. ودابا غادي نحاولوا نوضعوه في المول اللي وجدناه من قبل. غادي ناخذ المول وغادي نحاول نوضع فيه هذا الخليط، وفي نفس الوقت راني شعلت على الفران باش يبدا يسخن، درتو على درجه حراره 200. غادي نحاول ندخل هذه البطاطا ديالي في الوسط
تقريبا غير واحد المده ديال 15 دقيقه. غادي ننزل دابا البطاطا كامله في هذا المول وعاد نحاول نقادها، نحاول نضغط عليها، يعني نحاول ناخذ واحد سباتيو هكا نحاول نقادوها على هذا السطح بهذه الطريقه هذه حتى ونغطيو بطبيعه الحال. غادي نستمر حتى نقاد البطاطا السطح ديال البطاطا ديالي وتشوفوا معايا الشكل اللي غادي يدخل به الفران. ودابا كيشتو معايا راني قاديت السطح ديال الكيش ديالنا. كما قلت لكم راه الفران شعلت عليه من قبل، غادي ندخلها تقريبا واحد ربع ساعه ونخرجها باش نكملوا باقي التحضيرات. بعد ما خرجت الكيش ديالي من الفران كما كتشوفوا معايا غادي نحاول نديمولي في واحد اللاطه، حيت انا استعملت المول العجيب. الا كنتي استعملتي المول العادي ديال الكيكه العادي غتخليه في المول ديالو وغتضيفي عليه باقي المكونات. دابا غادي نحاول نديموليه ونتلاقاو باش نضيفوا عليه باقي المكونات. كما شفتوا معايا بعد ما ديموليت الكيش ديالنا في هاد اللاطه اللي وضعت فيها البابي كويسون على هذا الشكل، كما قلت لكم انا حيت استعملت القالب ديال المول العجيب حيت هو كيعطيك هذا الشكل ديال الكيش ما تحتاجيش عاده تصاوبيه. غادي نحاول نفرغ هذاك الخليط اللي وجد ديال الكفته والفلفله والبصله والمطيشه والتوابل، نحاول نفرغه كامل هنا في وسط هذا الكيش. الكيش ديالنا خليته تقريبا انا قلت لكم كما قلت لكم من ربع ساعه حتى 20 دقيقة، لأنه مازال غيطيب في الفران مرة أخرى مع هاد المكونات. غنحاول نوزع هاد المكونات كاملة هكا على هاد الشكل، يعني نحاول نوزعها كاملة. صراحة راه كيجي زوين ولذيذ، لا في الشكل ولا في المذاق ديالو، غير جربوه إن شاء الله غينال الإعجاب ديالكم. وكنتمنى إن شاء الله تدعموني كيما ديما في الفيديوهات ديالي باللايك والاشتراك والبارتاج مع الأصدقاء والأحباب ديالنا. بالنسبه لمني وضعت هاد المكونات غناخذ هنا واحد جوج بيضات كما كتشوفوا معايا. انا راه خديتهم بيضات بلديين ولكن ماشي بالضروري، يعني تستعملي اي بيض. غادي نحاول نضيف ليه واحد نسمو بشويه ديال الابزار، غير شي شويه ديال الابزار. غنحاول نقرب لكم ونسمو بشويه ديال الملح كذلك ماشي بزاف، وغادي نسمو كذلك بشويه ديال الزعتر اللي غادي نحاول نحكو فيه هكا، لان الزعتر صراحه كيعطينا واحد المذاق زوين بزاف، لا في لي كيش ولا في لي بيتزا صراحه ما كيخطاناش في هاد الوصفات. غادي نضيف هنا واحد تقريبا جوج معالق كبار ديال دانون طبيعي، يعني بدون سكر، تقريبا جوج معالق. انا حيت هذه معلقه صغيره خديت منها اربعه، جوج معالق كبار اولا اربعه صغار. غادي نحاول ندمج هذه المكونات كامله مع بعضها وعاد نضيفها للكيش ديالنا، يعني نحاول نطرب هذا البيض مع هذه المكونات ونضيفه من الفوق. في نفس الوقت راني خليت الفران شاعل باش نعاود ندخل الكيش يعاود يطيب المره الثانيه، وغادي نخليه تقريبا واحد المده ديال 20 حتى 25 دقيقه. يعني بعد ما طربت هاد المكونات كامله كنحاول نوزعها غير بشويه على هاد الكفته بهذا الشكل هذا. كما شفتوا معايا راني حاولت نوضع داك المزيج ديال البيض مع هذوك التوابل كامل فوق هذيك الكفته. دابا غادي نحاول نزين الكيش ديالي بهاد الجبن ديال الموتزاريلا، وغادي نحاول ندخلو دابا الفران قلت لكم تقريبا مده 25 دقيقه، لانه في الاول ما طيبناش بزاف، وهاد باش طيب هاد المكونات ويندمج ليا هادشي كلشي مع بعضو ان شاء الله، ونتلاقاو باش نشوفو الشكل النهائي في الاخير ديال هاد الكيش وديال هاد الوصفه ديال اليوم. بعد ما طاب الكيش ديالنا وخرجناه من الفران خليناه يبرد واحد شويه عاد حطيناه في طبق التقديم. راه كيجي على هذا الشكل كيحمر الوجه وزوين وجد جد رائع، لا من حيث الشكل ولا المذاق ديالو. كنتمنى ينال الاعجاب ديالكم وتجربوه
ودعموني كيف ما ديما. والى اللقاء والى فيديو قادم ان شاء الله. دابا غنشارك معكم واحد المورسو اللي قطعته من هذا الكيش باش تشوفوا معايا كي جا.